طبعا كان فرحان، خصوصا بعد ما اشتريت جزء من الشقة اللي جنبنا وغيرت ديكورات الشقة. كل ده طبعا كان من فلوسي أنا. حاولت على قد ما أقدر ما أقصرش في شغل البيت واحتياجات علي والأولاد، وكان دايما يقول لي خلي عنك يا إنجي ولا يهمك يا حبيبتي. إنجي يا ست، إنجي يا ست هانم، بقالي ساعة بنادي عليكي. في إيه يا علي؟ في إيه؟ مش شايفني؟ عندي مكالمة على الهواء على التلفزيون. في الحقيقة أنا سعيدة جداً، سعيدة إن الناس كلها عجبها كتابي وخصوصاً الستات. ردي عليا يا هانم. في إيه يا علي؟ بقولك على التلفزيون على الهواء، اسكت شوية. هو التلفزيون أهم ولا جوزك؟ أنا أسفة يا هالة، أسفة قوي، معلش شوية أمور عائلية تحاكي الواقع. المشاهد يحب يعرف تأثير كتابك على حياتك الشخصية وخصوصاً رد فعل جوزك. يا خبر أبيض، جوزي؟ هو أنا في زي جوزي؟ جوزي صحفي زميل، راجل متفتح، هادي الطباع جداً، وفي الحقيقة بيشجعني قوي وعايزني أكتب جزء تاني. أنا عايز الجزء التاني من الشراب ده. ايه يا علي؟ الجزء التاني من الشراب ده ابنك اخده عمله كورة شراب، انا مالي بتتخانق معايا انا ليه؟ يا ستي سيبك من البرامج والتلفزيون وخليكي مع جوزك، بدل ما خلي الجزء التاني من حياتك اسود. معقول يا فندم شكل جوزك بيزعقلك؟ جوزي لا ابدا اطلاقا، ده جوز الجيران بيتخانق معاه عشان مش لاقي فردة الشراب. قلتيلي الجزء التاني. في الحقيقة أنا محتارة الجزء التاني كنت أكتبه عن إيه، لحد ما قررت أن أنا أكتبه عن الست المصرية. والحقيقة لقيت أن الست المصرية جوزها بيحترمها وبيقدرها، وجوزي علي جوزي علي هو مثال الراجل ده. أي نجاحات للجورنال هي نجاحات لينا كلنا بفضل اجتهادكم وشغلكم. وبعدين الوصول للقمة صعب، لكن الأصعب بقى هو الحفاظ على القمة. اتفضل. طبعا يا فندم طبعا، احنا نوعدك نفضل دايما على القمة، ويعني النجاحات دي كلها بسبب توجيهات حضرتك يا أستاذ جميل. لا 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 يا أستاذ إنجي، ده بفضل اجتهادك وشغلك. أستاذ في ايه؟ وقت التواليت دلوقتي؟ لا تواليت ايه، مش تواليت خالص أستاذ. إيه نمبر 2؟ نعم. أنا كمان اشتغلت مع حضرتك، أنا معايا اشتغلت. أيوه عارفك طالما أنت معاها بقى اتفضلي روحي جهزي نفسك علشان الوقفة. العيد جه؟ مش معقول، إمتى والله؟ لا عيد إيه؟ أمال إيه؟ الوقفة اللي على سلم نقابة الصحفيين، الوقفة الاحتجاجية. الأستاذة إنجي هتغطي الوقفة هناك وهتاخد لك أكتر من صورة علشان ندلع الموضوع. يدلعوا؟ يدلعوا ازاي يعني؟ نتحازم ونرقص؟ لا دي وقفة تانية خالص. الوقفة؟ الوقفة. ايه الوقفة يا جنج؟ الوقفة. طب انا هقوم بقى عشان احضر نفسي للوقفة. شوف ده انجي، كاميليا اتغيرت خالص بعد ما اشتغلت معاكي، بس كل ده بفضل توجيهاتي. لا بفضل ان مفيش حد غيرهم بقى يشتغل في الجورنال. تقصد ايه؟ علي يقصد يا فندم ان طبعا بعد الموقع الجديد التكليفات والشغل زاد علينا وكاميليا، وهو قصده يعني ان حضرتك تزود التكليفات ليه شويه. لا انا عايز التكليفات تقل من عليكي انت شويه. والله انا ما اشتكيتش يا علي، خليك في نفسك. قصد سعادتك بقى انك عايز تريح مراتك. لا انا مش عايز اريحها، انا عايز اتلم عليها، انا ما بقتش اشوفها غير وهي نايمه. يا كذاب، والله العظيم ابدا يا فندم، انا ما بنامش اصلا من ساعه مكتبها نزل وسعادتك كلفتها بشغل الجورنال الاضافي، وانا بتحايل عليها تاخد اجازه بدون مرتب وهي مش راضيه. انسى يا علي، مش هيحصل. وشغل البيت ورعايه الاولاد مين هيعملهم؟ والله يا علي لو انت شايف ان انا مش واخده بالي من بيتي وولادي، خلاص خد انت اجازه بدون مرتب وخلي بالك منهم. على اخر الزمن الرجاله هتغسل وتطبخ. ايه يا استاذ علي، ومالهم الرجالة اللي بتطبخ؟ أحسن شيفات في العالم رجالة. وبعدين الظاهر بقى إنك بقالك كتير ما كلتش من إيديا. أصل علي يا أستاذ جميل عايز يمارس دور الذكوري ويعمل عليا سي السيد، وأبقى أنا أمينة وأبقى جارية تحت رجليه. الحل الوحيد عشان الست دي ما تتطلقش في إيدك أنت يا جميل. في إيدنا إزاي يعني؟ ارفدها يا جميل.
هو ده علي اللي انت قعدت تتحايل عليا ان اجيبه الاجتماع وانه هيبقى كويس وكفاءه؟ أسفة انا غلطانه فعلا يا استاذ جميل. بقول لحضرتك ايه؟ عرفته خلاص يا انجي. عرفته بس انت روح الوقفه بتاع سلم النقابه بتاع الصحفيين. يلا حاضر. بس وعدي ترفضه. ايه بقى انجي انت عارفه؟ بس مش قوي. مش قوي. مش قوي ازاي؟ مش عارفه اتصرف. ايش يعني؟ عرفتي شوي يعني ايه؟ كله منك يا جميل. يعني ايه ارفضه بس بالراحه؟ يعني اقول له انت مر فوت. مش هنسلم. مش هنطاطي. مش هنسلم. مش هنطاطي. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا للتحرش. لا للتحرش. لا للعنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. يلا يا كاميليا. انا خايفة. انا خايفة يا انجي. انا خايفة. لا يا تحليل يا مجنونة. المسيرة هناك اهي هتبدأ. هيطلعوا على سلم النقابة. مدي بس بسرعة. لا بس بجد انا خايفة. لا يا انجي لا والنبي. مش هنسلم. مش هنطاطي. مش هنسلم. مش هنطاطي. مش هنسلم. مش هنطاطي. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. صوتنا لازم يوصل. صوتنا لازم يوصل. يا انجي. يا انجي انا قلقانه قوي. إيه؟ الوضع مش مستقر هنا والامن مش مستتب والخضار ما بيتغسلش والغسيل ما بيتنشرش. اهدي يا كوكي. في ايه يا حبيبتي؟ انا فاهمه انت متوتره ليه يا ماما. مفيش اي مشكله. انا وانت هنثبت وجودنا. بس انا صورك كام سيلفي وانت تصوريني كام سيلفي وبعد كده ما نطلعش على سلم النقابه ونروح لبيوتنا. يا سلام. ايوه الهدوء اللي انت فيه. انت مش فاهمه حاجه. احنا في وسط المظاهره يا انجي. احنا لو اي بوكس جه خدنا هنقف في ستين ده يا انجي. يا بنتي فلا الله ولا فالك. وبعدين بقول لك ايه، احنا جايين واقفين في وسط وقفه نسائيه، وقفه رقيقه، وقفه ناعمه. ايه اللي هيحصل يعني؟ انت مش فاهمه حاجه. اصلا حسين منبه عليا لو شفت مسيره بس حلو كده. لو شفت اي مسيره حتى لو في طرقه بيتنا يعني امشي واسيب بيتنا. حسين هينفخني. حسين هينفخني. بقول لك ايه، حسين ده ما بيشتغلش غير انه بينبه نبه نبه. هو شغال منبه وبس. بقول لك إيه؟ ايه كلام الرجاله لا بيودي ولا بيجيب. انت مش فاهمه يا انجي. انا خايفه لحسن يكون في طرف ثالث مندس في المظاهره يسخن المظاهره نروح في 60 داهيه. مندس في المظاهره وطرف ثالث؟ يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها مندس ولا في حاجه اسمها طرف ثالث. وما تقوليش كده قدام حد لان الناس بتضحك عليك. انا ما عملتش حاجه. انا بريئه. بريئه. يا العدل. يا العدل. انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه. هاجي لك يا كوكي. هجيب محامي واجي لك يا كوكي. يلا هاتها معايا. كوكي تجيب مين؟ لا 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 حضرتك انا مش عايزه عنف. بالراحه افهمك. يلا خدها خدها. بلاش عنف. بلاش عنف حضرتك. بلاش عنف. حبيبتي تعالي. هيعدمونا ولا هي انجي؟ استني انت كمان. هو حضرتك اكيد في طرف ثالث سخن ما بيننا. مش انا قلت لك كده؟ ايوه ايوه في فتاة. مش انا قلت لك برضه كده؟ اه قلتي لي. جاتك خيبه. اعدام يا انجي. انت لابسه احمر يبقى اعدام. تمام يا فندم. تمام يا فندم. عسكري بلبل جاهز لأي مهمة أكلف بيها. هو فين؟ هنقبض عليه. فين العمود؟ العمود سلمناه للحي. يخرب بيت غبائك. فين عمود الأكل؟ أيوة فندم المؤاخذة عمود الأكل. ماني رحت زي ما حضرتك قلت لي. رحت البيت جرست جرس الباب. جرست جرس الباب؟ أيوة فندم جرست جرس الباب. محدش رد علي. فضلت واقف قدام الباب نص ساعة. لو وقفت قدام باب نص ساعة ليه طالما محدش رد عليك؟ الواي فاي بتاعكوا يا فندم سريع قوي. يبقى انت هات اللي بتشطب الباقه. لا والله يا فندم. انت بتحور عليا يا لا. يا فندم ما بحورش. انا قعدت اخبط 10 دقايق يا فندم محدش رضي يفتح. بحسيت الامنيه يا فندم فهمت ان محدش جوه الشقه. ولما محدش رد عليك ما اتصلتش بالمدام ليه؟ دي حاجه تروح على رجل المباحث يا فندم. اتصلت. واحده غريبه ردت عليا في التليفون. قالت لي هذا الرقم غير موجود بالخدمه. شكيت. قلت لها ازاي؟ قالت لي برجاء ترك الرساله بعد سماع الصفاره. اه وسمعت الصفاره؟ لا انا ما سمعتش الصفاره.
انت بتحور عليا. لو كتاب الله يا فندم، لو طمعان في لسان العصفور انا ممكن اسامحك، انما ايدك لو اتمدت على كباب الحله هفرغ دفن فوخك. لو كتاب الله يا فندم طمعان ايه؟ ده انا العسكري بتاعك، ده انا يوماتي ادوق الاكل اللي يكون سمينك ولا حاجه. ايوه ساعات بتحصل في المسلسلات التركي. ايوه يا فندم. يعني نهايته مفيش عمود الاكل النهارده؟ مفيش عمود اكل يا فندم. ده انت ليلتك سودا النهارده معايا. امسك. النضاره دي اصلي؟ الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقا برجاء ترك الرساله بعد سماع الصفار. انا سمعت الصفار. اخلص. حضر يا فندم. تمام يا فندم. تمام يا فندم. طابور الارض جاهز بره يا فندم. انا عايزين ننفخه من الناس اللي بره دي. امورنا يا فندم. تحب نعمل ايه؟ هقول لك. انت اول ما تشوفني بشرب كوبايه الشاي بصوت كده اهو تقوم نازل فيهم ضرب على طول. هو يا فندم فهمتك كانك ولعت الولاعه، يعني السيجاره بالولاعه. فهمت بالظبط كده. يا سلام عليك ابو التفانين يا حسين بيه. يلا ندهم لي بسرعه. دخل لي يا ابني طابور الارض. يا حلاوة يا حلاوة. فضل يا حسين باشا. خلق العكرة دي انا شفتها فين قبل كده؟ دي كمال يا مراتك يا حسين. ازيك يا حسين؟ كمالي. مفاجأة مش كده؟ دي مفاجأة جميلة. لا ابو زيدك يا حسين، اوعى تشرب كوباية الشاي بالصوت يا حسين. ايه يا كاميليا، هو ده وقته؟ اشرب اشرب يا باشا براحتك. لا يا عزين، من غير صوت يا عزين. اسكت، انت مش فاهمه حاجه. لا فاهمه بقى، مش وقت اتيكيت دلوقتي. ده انت هرياني في المكتب. صنافور بيشرب طول النهار، سيبي الراجل يشرب براحته. اشرب اشرب بصوت يا استاذ بشار. ابو سيدك لا بلاش صوت يا عزين. ولما انت خايفه كده ايه اللي وداكي المظاهرات يا كماليا؟ انا قلت لها بلاش مظاهرات ووقفات يا كاميليا. إيه ساعات بيبقى فيه طرف ثالث مندس بيبوظ العلاقه الجميله بين الشرطه والشعب. انا عملت. اخلصي. حاضر يا حسين. تروحي المظاهرات يا كاميليا وما تعمليش لجوزك عمود الاكل بتاعه بتاع كل يوم. اخص عليكي يا كاميليا، اخص عليكي. ازاي؟ انا قلت لها يا فندم كتير 100 مره، قلت لها اوعي يا كاميليا تنزلي معايا في اي شغل غير لما تخلصي عمود الاكل بتاع حسين باشا. اخرس. حاضر يا باشا. اتغدى ايه النهارده انا بقى؟ يا خبر ابيض يا فندم، ده انت تؤمر. انت بس خرجنا من هنا ده انا هعمل لك عواميد عواميد كتير تنور شارع جامعه الدول العربيه كله. بجد؟ ايوه. ثانيه واحده، وتعملي عكاوي؟ يا خبر. بص حضرتك، وانا مش بعرف اعمل عكاوي، بس انا ممكن اشوف حد يعملها. حط جوز التيف بقى. يا خبر ابيض. اخرسي خالص. يا بتاعت زوجه مفروسه. ها قوي يا كاميليا، قوي قوي. ده انا بعزك عز. ماشي عسكري نبيل. امرك يا باشا. خد الاتنين دول وانزل بيهم الحجز وروقهم. لا. حجز لا يا عزين والنبي، حجز لا يا عزين. يا نهار اسود والمرمطوكي. قلم ده ولا فيش؟ يتروقوا بقى. لا اتحايلوا عليا الاخر. اخلصوا. زي ما قلت لك يتنفضوا، خصوصا دي. دي دي دي
ده طلع بعزين انا. ياما رجعلي من الاسم يا هانم. ده بدل ما تقولي حمد لله على السلامة. ادي اخرت مأموريات الجورنال يا ست البيت، مراتي بقت سوابق. في ايه يا علي؟ كنت في الشغل والحمد لله جت سليمة. كنت في الشغل؟ وايه اللي في وشك ده؟ ختم النجاح وسام الكفاءة. لا ده اسمه ضريبة العمل. وبعدين عادي يعني بتحصل، ممكن اي صحفي في اي ميدان يتعرض لأي إصابة. إصابة ليه يعني؟ متجوز رمضان صبحي، وبعدين عمل لك إيه يعني ظهورك في التلفزيون؟ ولا حاجة. ليه ليه ليه؟ خد قروش قروش ليه علي؟ قروش ليه؟ أنت هتطبخي بيهم بعد كده؟ لا لا حرميهم، امسك بس. خدي على الأرض. مامي مامي باي الصبح حبايبي. إيف إيه اللي عمل فيكي كده؟ مفيش حاجة، معلش أعمل إيه؟ يا مامي حاسبي في حاجات بتتنطر منك. حاجات سودة صغيرة كده، هي مش نمل بس هي قرصتها وحشة قوي. قرصتها وحشة ومش نمل، دي أكيد برغيت يا مامي. برغيت؟ يا لا لا لا، دي شكلها صراصير. يا صراصير خد يا مامي والنبي هروشي لي، هروشي لي مش قادرة. هروشي معلش هروشي جامد جامد. هروشي هروشي يا هروشي يا مامي القرف ده. هروشي كويس يا مامي. يا مامي انا مش قلت لك تستحمي؟ حاضر هستحمى يا سوني، قدامي قدامي. حاضر هستحمى يلا. يا ايه الوديه اللي انا متجوزها دي يا ماما؟ انا جرالي ايه؟ انا كده يا مانا لوتا كده تسيبيني لوحدي بقى بعد الحب والعشره اللي عمري ما حبيتهم لك خالص دول؟ سيبيني كده ألون. ما أثرتش فيك التضحيات اللي أنا ضحيتها عشانك. الإنجليش اللي كنت بتعلمه ده ووصلت فيه الليفل 1 كان عشان خاطر مين؟ مش عشان أشرفك. الفلقة بتاعت راسي دي يا منالوت فاكراها؟ فاكراها كنت بعملها ليه؟ مش عشانك يعني أنا كنت مبسوط بيها مثلا؟ في الآخر سبتيني ورحت تعملي ايه؟ رحت تعملي ايه يعني؟ رحت تشتغلي في قناة غربية دوبلاج كرتون. رجعتي لأصلك كرتون يا منالوتا كرتون. ردي عليا. ما بترديش عليا ليه؟ ردي عليا، ردي عليا، ردي عليا. ما ترديش ليه؟ هلاقي فين تاني؟ في حلاوتك ولا في جمالك؟ عارفة انت ليه ما بترديش؟ عشان انت اصلا صورة، انت اصلا صورة، انت صورة يا منالوتا صورة. انا اسف انا اسف انا اسف، ما تزعليش مني خلاص. هجيب لك حاجة تشربيها يقطع البرد وسنين. انا هسيبك دلوقتي وراح اخد حبايتين كونجستان بعد اذنك. طب ايه هو انت بردان ولا ايه؟ سلام يا اخوي، دمك خفيف قوي. اسمعوا، لو لا قدر الله حصل والاهلي جاب جون وقعدتوا تهيصوا وترفعوا الاعلام وتعملوا الشويتين بتوعكوا دول، انا هحرقكم المصروف وهديكم بالجزمه. بالجزمه؟ بالجزمه. ده اسمه ظلم. ايوه ده ظلم. احنا في بيت ديمقراطي. بيت يا اخويا؟ ديمقراطي. مين قال لك كده؟ انا عارف كده، وكل واحد من حقه يشجع الفريق اللي بيحبه بكل حريه. وبعدين اشمعنى انت معاك علم الزمالك؟ ايوه بس عمري ما رفعت ولا رقصت بيه زيكم كده من ساعه ما اتولدتوا. اوعى يالا اوعى هتطرف عينيا. احنا من ساعه ما دخلنا الدنيا واحنا على طول بنتفرج معاك على ماتشات الاهلي والزمالك، وانت عمرك ما كسبتنا ولا ماتش. ايه ده الماتش بدا؟ يا خساره. كنت عايزه اتفرج على ريبورتاج عملته من كام يوم، بس مش مهم الماتش اهم. أيوة اهم ولا يهمك ولا يهمك. اهلي اهلي.
بلاش شغل الاهلاويه ده، هتقعدي تشوشري عليا لغايه ما يجي فينا جول وتاخديني توك. يا سلام، هو انت بتلعب معاهم وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ الريبورتاج بتاعك اهم. اهلي اهلي جون 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 على رجاء جون جون. ايه ايه خلاص، ما انا عارفه انه جون جون جون. ايه الحكايه يعني؟ سمعت الزيطه بره والهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جون. انا عارفه انه جاب زفت جون، لكن ايه ده؟ انت ازاي دخلت البيت وانت لابس الجزمه؟ انا منظفه سجاجيد. اسمك ايه دلوقتي؟ عبد انا داخل سمعت زيطه بره وهيصه، عرفت ان الاهلي جاب جون. الاهلي؟ طب وانا مالي؟ الاهلي يجيب جون وانا يتحرق دمي وانظف البيت من اول وجديد؟ انا عارف انك انت مستعده تموتي نفسك وتنظفي البيت وتمسحي البيت بس الزمالك يكسب مره مره، صح؟ يا سلام، يعني انتوا تجيبوا جوان وتفرحوا وتهللوا وانا اتهد حيلي وانظف سجاجيد من اول وجديد؟ أنا عارف إنك أنت من جمعية سنظل أوفياء والزمان القادم. إيه ده؟ أنا ما أعرفش إنهم قادمون بسرعة كده. أما أشوف مين على الباب. أيوة 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 أيوة. ها؟ شد حيلك يا رجاء. شد على الله يا علي. بس الماتش لسه مخلص. وإن شاء الله هنعوض، ويمكن يمكن نكسب. لا مش باين، مش باين أبدا يا علي، الماتش باين من أوله. طب ممكن أخش أتفرج معاك عشان الولية الحرباية مراتي دي عمالة تغيظ فيا بالصبح بعد ما جيت جون ومخلياني مش عارف أركز. تعال تعال يا. على الأقل يعني ناخد بخاطر بعض. تعال سندينا يا رجاء. سند إيه؟ أنا قادر أمشي لوحدي. سمير، انت ايه اللي جابك هنا؟ وايه اللي معادك هنا؟ وبتعمل ايه في الشقه دي؟ ايه كميه الاستغراب والاندهاش ده؟ واحد قاعد في بيته وانت داخل علي، انت اللي عايز ايه؟ مفيش، انا جاي اقعد مع مراتك شويه بس. لو اعرف انك انت هنا ما كنتش جيت على فكره. معلش يا علي، ما تزعلش نفسك ابدا. الحقيقه ان هو جه على غفله، ما كنتش عارفه انه هيجي بدري كده. الله الله الله، ده انا بتقرطص علنا كده. الله. لا انا ما بقرطصكش، انت اللي مكبر الموضوع. يعني عايز تقعد مع مراتي لوحدكم وتقول لي مكبر الموضوع؟ ايوه، ما انا وهي زملكاويه يا اخي. يس يس يس، اي جات ات. زملكاويه اقوله كده بس. يلا اقعدوا بقى، اقعدوا، انا قاعد اتفرج عليكم وانتوا بتتقطعوا. علي، تحب تشرب ايه؟ يعني بقالي 40 سنة متجوزك، عمرك ما قلتيلي تحب تشرب ايه؟ هاتيلي ماء بسكر، ده حسن حاسس ان روحي بتتسحب. يا مسلي يا مسلي يا جون، اهلي جاب جون. لا اوف سايد اوف سايد. ايوه ايوه اوف سايد. ايوه ايوه، الحكم ده قابض. جون جون اهو. الراجل ده الراجل ده قابض قابض. عشان نشوف الجمهور عامل ازاي. نفسي نكسب مرة. ابقى قابلني وساعتها هتشوفوا الوش التاني. يس اهلي اهلي اهلي. ادخلوا ذاكروا وبطلوا دعوات. انت اللي بطل تشجع كوره وشجع الاهلي بدل ما انت على طول زعلان كده. خليك تفرح شويه. بلاش استفزاز يا سولي، لما الزمالك بيكسب ما بعايركمش على فكره. نفسنا تعيرنا، احنا نفسنا تعيرنا، بقالنا 13 سنه متجوزين يا علي، مفيش مره الزمالك كسب فيهم الاهلي. ما انت وليا وش فار. انا فار يا علي؟ ايوه وش فار، من ساعه ما اتجوزتك من 13 سنه والزمالك ما كسبش مره واحده بس. الله يرحم ايامك يا حسام حسن، وعموما سنظل اوفياء. نفس الكلمتين الحمضانيين اللي بتقولوهم بعد ما تخسروا كل ماتش.
سنظل أوفياء وقادمون من الخلف. يا شيخ اجري. يلا يا مامي. يلا يا حبيب مامي. من تلت شمال من هالجبال جاي بقى على ست شجاع الأبطال. فريق كبير فريق عظيم أدي له عمري برضو قليل. زملكاوي؟ للأسف آه. وإزاي باباك يوافق يجوزك واحد زملكاوي؟ هو ما كانش موافق يا دودو، كان حيطرشق من جنابه، بس أنا السبب. كان شرطه الوحيد عشان يوافق على الجوازة إن ما حدش يتكلم مع العيال في الكورة ولا يلعبهم بيها غيره هو بس. وقبل كتب الكتاب خلى جدكو علي يحلف على مصحف إنه مش هيتدخل في الانتماء الكروي للعيال في المستقبل. أستاذ جميل مش هسيبك، عايز حلاوة الفوز. يا سامح يا سامح، ما هو لو كل مرة الأهلي يكسب فيها حد للناس حلاوة فوز، يوه ده أنا كان زمان فلست من زمان. ليه وحضرتك فاتح مصنع حلاوة؟ حلاوة فوز مصنع حلاوة؟ إيه خفة الدم اللي أنت فيها دي؟ طب والنعمة ببقى مبسوط طول ما أنت مبسوط يا أستاذ جميل. يا ما تكسفني. بص عموما الاهلي طول عمره مفرحنا. هو صراحه مفرحنا كلنا طبعا. استاذ جميل ايه؟ عايز اقول لك حاجه. ايه؟ انا كاتب شعر وعايز انزله صفحه الرياضه. شعر في ايه؟ شعر في الاهلي. بتتكلم بجد؟ ايوه. انت بتكتب شعر؟ اه. سمعني. فريق كبير اه فريق عظيم ادي له عمري وبرده قليل. ايه انت اللي مقلب ده يا سامح؟ او النعمه وبتحلف بالنعمه. طب خلاص خلاص يا استاذ جميل. هنمقلفه فريق كبير فريق عظيم ده معروف. سامح كلب والله يا كاميليا، انا كنت حاطه ايدي على قلبي، كنت خايفه مرعوبه حسين ما يرضاش ينزلك الشغل تاني. يا اختي يا انجي، يا اختي يا اختي يا اختي، ده رجع امبارح والعفاريت بتتنطط في وشه. يا سلام، كل ده ليه؟ عشان نزلتي معايا حيالله مأموريه؟ لا طبعا، كل ده علشان الزمالك خسر من الاهلي. لو النبي ايه ده، زي البيه بتاعي بقى. لا 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 لا، مفيش ابدا حد زي حسين ده. الا حسين، لو الزمالك خسر يا نهار ابيض على اللي بيحصل. ده امبارح واحد جرنا حبيبنا اهلاوي عادي قال له هارد لك، لبسه قضيه شغب. اه ده مجنون بقى. انا اصلا لا بقبل الكوره ولا بحب الكوره ولا عايزه الكوره، وكرهت الكوره لما اتجوزت حسين. انتوا برضه قاعدين برضه تتكلموا عن الكوره عن الكوره، صدقوا انا ما بفهمهاش الكوره دي ولا اعرف حاجه فيها خالص. انت مين سالك اصلا؟ اصل استاذ جميل قايل لي اكتب مقاله عن الماتش وانا ما شفتوش اصلا. يا سلام، ما تشوف يا اخويا في الاعاده. ما انا لو شفت الاعاده مش هفهم برضو، انا عارف نفسي. في يا سامح، ما تفهمش ايه، هو فيلم هندي؟ دي كوره يا حبيبي، ماتش 1 2 3 هوبا جون. انا مش فاهمه انت جايبه على عفش ولا ايه؟ لا جاي في تاكسي يا انجي، انا اكتب عن اي حاجه الا الكوره. خلاص بقى ما تعرفناش يا سامح، وافقتي تتهبب ليه وتكتب في الكوره لما انت ما بتعرفش تتنيل وتكتب في الكوره؟ الله. ايوه خلاص بقى. خص عليك يا كاميليا، الجلاديم طلعت. خلاص يا سامح، ما تزعلش يا سامح، اكتب في السلة يا سامح، او الكرة الطايرة يا سامح، او كرة السرعة يا سامح، او كرة اليد يا سامح، او كرة البنج البنج يا سامح، او كرة الفنج فونج يا سامح. فنج فنج ايه وبنج بنج ايه؟ انتوا بتشعطوني لبعض ولا ايه؟ بقول لكم استاذ جميل قال لي اكتب في الصفحه الرياضيه، عامل لي اختبار، فاكرني اهلاوي زيه، ارجوكم ساعدوني، ساعدوني اعمل ايه؟ ساعدوني اعمل ايه في ايه؟ اساعدوني ازاي؟ يعني انت ينفع تبقى ما تفهمش اي حاجه في الكوره وعايز تمسك الصفحه الرياضيه؟ امال امسك ايه؟ انت بتزعق فيا يا سامح؟ انت اخرك تمسك ديلك في سنانك وتقوم من قدامي دلوقتي، فاز؟ انت اتحولتي ولا ايه؟ انجي انجي. والله انا كنت شايفه انه كان ممكن يمسك العاب القوه. صح، ممكن يمسك الرمح ولا القرص
ولا البرص ولا الجله ولا القله. يا سامح! جماهير تستحق الثناء والتقدير، جماهير الزمالك. لاعبين يستحقوا الثناء والتقدير. وارجع تاني اقول مجلس اداره بخاري وخماسي، بخاري وخماسي. مش قادر اصدق الشوط التاني قرب يخلص والاهلي خسران. يا ستي احنا بنلعب لاخر لحظه. يا انجي الفرقه بتاعتنا مش فورمه خالص النهارده. طول عمركم مش فورمه يا حبيبي، وبعد ذلك برضه بتكسبوا ازاي مش عارفه. بيكسبوا بالتحكيم. لا بيكسبوا بالسحر والاعمال. يا سلام، وما كسبناش ليه النهارده؟ السحر اجازه؟ لا احنا عملنا سحر ولعبناكم سحر لساحر. الزملكاويه كسبانين بقى، هيقعدوا يرخوا، هيقعدوا يرخوا. 20 ثانيه. احنا مش بنتكلم غير بعد صفاره الحكم. من امتى انتوا ما عندكوش غير الكلام؟ واحنا مش هنرد عليكم الا في الاخر خالص. احنا اصلي رحنا رياضيه قوي 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 وحلوين قوي قوي قوي. رياضيه قوي قوي وكلها حنيه. ايه ده يا شعبان؟ في ايه القلش ده؟ مش مستحملاك دلوقتي، اقعد لنا في حته ناشفه. كاس الزملكاويه البيضاء، الزمالك بطل كاس. يوه حرام والله، حرام حرام. لعب سحر. زملكاوي. ايه الاحداث ده؟ كانكم عمركم ما شفتوا مكسب. الله الله. عادي عادي يا حبيبتي عادي، الاهلي قادم. واحنا بقينا نقول كده دلوقتي علينا. ولسه في ايه يا علي؟ اقعد عشان بابا متضايق كده. طب بابا متضايق؟ طب زملكاوي زملكاوي يا حته مني يا زملكاوي عمري. بتاعتك دي. يا سلام، ما انت طول عمرك كنت بتعمل حركات العيال بتاعتك دي لما كنتوا بتكسبوا. في ايه يا علي؟ احترم نفسك وانت بتتكلم مع بابا. في ايه انتي؟ فرحان؟ سيبونا نفرح بقى مره. ايه هو الكاس ده طالع من عينيكوا؟ ده انا من ساعه ما اتجوزتك والزمالك ما كسبش مره واحده. يا نحس. نحس؟ انا نحس يا علي؟ طب واستحملت كل ده مع النحس ليه ما تطلقني؟ لو انت جدع صريح بقى طلقها، ولا جوزها واحد اهلاوي اصيل. بقى روح جوزها ايفونه. طلقها طلقها وهجوزك واحده زملكاويه اصيله. بقى كده يا جوجو؟ بقول لك طلقني يا علي طلقني. طب روحي وانت طالع يا انجي. ما تصلوا على النبي يا جماعه، ده ما كانش ماتش. طب تستحمل؟ طلقتني؟ طلقتني يا علي؟